عندنا عديت اسئله كيبغيو يطرحهم المواطنين سال ما مساليش يعني مشغول يعني مشغول يعني والساكنه سيدي مو شنو نقولوا له راه اسمك كيجاوبناش اي اي السي عبد الوافي الفتيتي يجاوبك وتعيط القصر الملكي يجاوبك والسي الرئيس ديال المقاطعه سيدي هو ما كيجاوبكش حتى هو راه فيك تكره عامر حفاري والازقه ديالو كلها محفره مهمش هو سيدي مومن سيدي مومن مزبله الاحياء سيدي مومن مزبله الاحياء ولا سيدي مومن خصك تجاوب غير على الاسئله ديالهم اللي ما قدرتيش دابا تجاوب عليهم للاسف شوف غادي يلقاه هو السيد الرئيس والمصالح ديال ابناء منطقه سيدي مومن شوف المسؤولين شوف المسؤولين بمنطقه سيدي مومن غيفضل يشرقها هو بسبعه دراهم وينسى المواطنين شوف 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 السيد الرئيس خلينا تسالي شي مع يعني كما قلنا لك عده اسئله كيبغيو يطرحهم المواطنين ساكنه منطقه سيدي مومن لكن ما كاينش اللي كيجاوب يعني اليوم انت معنا على مرحبا 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 انا هو مواطن عندك اسئله ما بقاش اللي يجاوب عليهم كتبهم كاع اضطر على انه يكتبهم السيد الرئيس اييه يعني وحنا عندنا عده اسئله كيبغيو يطرحهم المواطنين ساكنه يعني نقولهم دابا حنا عبر موقع صوت العدل ما مساليش يعني مشغول يعني مشغول اي مشغول يعني والساكنه سيدي مومن شنو نقولوا لها بالنسبه لك انت انا مشغول لا والساكنه ساكنه سيدي مومن راه الاسئله ديالهم راه الاسئله ديال سيدي مومن راه يعني خاص اللي يجاوب لهم على الاسئله ديالهم خاص اللي يجاوب لهم على الاسئله ديالهم وينقذهم من البنيه التحتيه الهشه والما سيدي مومن خصك تجاوب غير على الاسئله ديالهم اللي ما قدرتيش دابا تجاوب عليهم للاسف شوف غادي يلقاه هو السيد الرئيس والمصالح ديال ابناء منطقه سيدي مومن للاسف سير تخدي شي حاجه واخا خدام السيد الرئيس كيف سير تخدي علاش ما عجبكش هذا العمل المهني ما عجبنيش هذا العمل ايوا الصحافي كاين اسئله ديال المواطنين بغيتي تجاوب عليهم وانت غادي القهوه دابا جالس وما بغيتش تجاوب على اسئله المواطنين للاسف شوف 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 المسؤولين شوف المسؤولين بمنطقه سيدي مومن غيفضل يشرقها هو بسبعه دراهم وينسى المواطنين شوف 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 يعني حنا كنتواجدوا بمنطقه سيدي مومن امام مجلس مقاطعه سيدي مومن يعني السيد الرئيس كيقول لك غنجاوب على اسئله المواطنين لكن للاسف جالس في قهوه وما مسوقش يعني اسئله المواطنين وحياه المواطنين ضربها عرض الحائط لا حول ولا قوه الا بالله غندوز كل شيء الرئيس غيدوز كل شيء اللي قلتي حتى هو يدوز باغي تقول شي حاجه دابا يدوز شوف حنا منبر ما كنقطعوا حتى شي حاجه اسئله اييه لكن هالصوت العداله فعلا منبر حقيقي مرحبا خصو يقول بان الرئاسه في خدمة ولاد سيدي مومن ولكن التجاوب ديالكم القليل والمنعدم سيدي مومن وما بغيتيش تجاوب لا تجيب على المبتدئين ولا لا واش عمر شي واحد جا عندك قال لك عطيني شي حاجة إرهابيين شبه الصحافيين كيفاش إرهابيين يعني كلمة شوية صعيبة أنا كنقول غير اسمي من الإرهابي من الإرهابي مني طلبتي مني نهضر أجوبة فعلا أنا كنهضر في العموم في العموم في العموم الناس ساكنة سيدي مومن تعرف بأنه حنا لا نخضع للابتزاز شكون اللي ابتزك كاين القانون الرئيس اللي ابتزك شي واحد كاين القانون السلام عليكم ورحمة الله تقدر تطبق المسطرة بصيفتك القانون ولكن دابا كاينين اسئله ديال المواطن تقدر تجاوب عليهم مرحبا بك ثلاث سنين هذه عاد غدير ندوه صحفيه الله يلا حشومه بالله ثلاث سنين عاد غيدير السيد الرئيس ندوه صحفيه لا حول ولا قوه الا بالله صاحب الجلاله ما قالش هذا الشيء الله ينصره قال يجب المقاربه التشاركيه والتواصل مع المواطنين لا حول ولا قوه الا بالله عرفتي باش المسؤول يفضل قهوه على انه يجاوب على اسئله المواطنين هذه فضيحه من قل مقاطعه سيدي مومن لا حول ولا قوه الا بالله انا يعني السيد الرئيس بغينا نطرحوا عليه اسئله ديال المواطنين ديالكم ديال اي مواطن مغربي في اطار المقاربه التشاركيه فعلا لا حنا غير فيديو عادي مسجل شوف سيدنا الله ينصرو دعوة المقاربة التشاركية والتواصل اللي خصو يكون مع المواطن ما بين المسؤول تقريبا الإدارة من المواطن لكن فاش كنحطوا الميكرو ديالنا كجريدة كنبغيو نسولو مسؤول كيقول لك يا ودي راه ما مساليش ما عنديش الوقت التمسناني العذر لكن مشى ديريكت للمقهى يعني هذا الشيء غريب هذا الشيء راه ما كاينش في عمر الشون أول مرة غنشوف حد ديما كيتهربوا كي ديما كيتهربوا كتشوف الدورة راه الدورة دازت عادي الدورة دازت عادية حتى واحد راه كلشي صادق بالإجماع راه حنا عندنا وكأن سيدي مومن ما فيه حتى شي ضرر حتى حاجه سيدي كاليفورنيا الستة صابة والعام زين وحصدنا لا حول ولا قوة وغنجيبو الشيخات وغنديرو نديرو ندخلو في المعقول السي نعناع يعني انتم كمواطنين وك يعني فاعلين في الحق الاجتماعي حنا اصلا الرئيس ما كيجاوبناش اي يعني التواصل ما كاينش تعيط لاي واحد وتعيط للسي عبد الوافي الفتيتي يجاوبك وتعيط للقصر الملكي يجاوبك والسي الرئيس ديال المقاطعه سيدي مومن ما كيجاوبكش وعلاش حنا حنايا راه كلشي استغلوا الفرصه شنو هما الاسئله باش يسمعوا من المواطنين اللي عايشين في مناطق اخرى شنو هما الاسئله اللي بغيت تسولهم الرئيس دابا؟ انا كان الاسئله اللي كنسولوا الرئيس اشنو جيتي دير بسيدي مومن؟ راه ما عندنا لا منتزه الترفيهيه لا والو راه الهضبه اللي تخسرت عليها مليار و900 راه رجعت زباله دابا قلت لك الهضبه اللي تخسرت عليها مليار و900 ودسنا السي الوالي راه رجعت زباله رجعت كعادتها القديمه رجعت زباله ميريكان تاني لا اله الا الله حنا كناشدوا سيدنا وكناشدوا
زينب العداوي المكلفه بالمجلس على الحسابات باش يجيو تحاسبوا مع هاد المافيا اللي كاينه في سيدي مومن، باش يجي يحاسبوا الرئيس ديال مقاطعه سيدي مومن. وجو الرئيس اشنو جيتي دير في سيدي مومن اسعد الرئيس؟ اشنو درتي في سيدي مومن؟ ثلاث سنين هذه اشنو درتي في سيدي مومن؟ ورينا اش دير، ما تكذبش علينا، ما تضحكش علينا، ما تستغلناش حنا اصحابنا، حنا عقول ديالنا ضعيفه. اش درتي في سيدي مومن؟ راه المقاطعه ديال سيدي مومن هي براسك اللي كنت رئيس ديالها راه زباله، راه هي براسها راه زباله. شوف راه شوف كي دايره كلها محفره. لا اله الا الله، والله العلي العظيم لا عينا. يعني كتعانيو نتوما كمواطن وسط سيدي مومن؟ كنعانيو مشاكل كثيره كاينه هنا في مقاطعه سيدي مومن. من بينهم السي نعناع؟ راه الوفيات ما كنلقاوش خزين. ها هذه الاولى. الوفيات هي الاخرى، لا مات عا واحد من عائلتنا ما كنلقاوش خزين، خزين كلهم حالتهم تدهورت، كلهم ولات زباله. لا حول ولا قوه الا بالله. زيد بغي كتطلب حتى شي كار ولا شي حاجه والله لا عطاوه لك. أيوة. من حقك كمواطن وكانك في المنطقه ديال سيدي مومن ما يعطوك حتى حاجه. كنعانيو من الحفاري، من بزاف د الحوايج، عندنا الشمع ما عندناش حنا بولات هنا في سيدي مومن، شارع لا اسمه كله زباله، كله طوبات وكله حشاك، مكان الدعاره. راه الهضبه اللي دارت راه ملتقى الاحباب وملتقى العشاق راه رجعت زباله ورجعت بزاف د الحوايج. راه عينا راه عندنا اكبر كارير، راه بركه. نعم هذا موضوع مهم، هذا موضوع ديال الكارير. حامل الناس كتعاني ليل نهار، شايف السا الواد الحار ديز مساكن من حبات الناس، ناس غادا للجامع وكتحويجه كيتنطخوا بالقادورات. عينا ربما انتم كاملين المنطقه عمر الرئيس خل الكارير حامل. وانت ما يقدرش يدخل حيت عارف راسو شنو داير، ما يقدرش يدخل. نقولها لك حيت ما دخلوا غياكلوا ولا درهم، نقول عليه بمباشره. السيد راه ما جاش يدير، جاش يدير في جيبه صافي، راه ما عارف يتعرف يدير شنو يدير في جيبه.